رح ننتقل لفقرتنا التالية، وكتير مهم الإنسان يحس بالسلام، خفف عن قلبه وعقله، ثقل مشاعر الاستياء والأفكار المسمومة اتجاه الآخرين. التحرر من مشاعرنا المليانة قيود بتفرغ كأسنا الممتلئ مما يعني التقدم بحياتنا. رح نحكي عن أهمية التسامح والغفران مع ضيفتنا أمال الدويري، استشاري أسري وتربوي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أمال. صباحكم جميعا جميع مشاهدينا، اهلا وسهلا. شوفي احنا عشان ما يعني نكون صريحين، احنا بلشنا بالموضوع تحت الهواء، بدنا نكمل عليه على الهواء، ولكن نرجع من البدايه. اليوم بدنا نحكي عن التسامح. بالبدايه مفهوم التسامح ماذا نقصد فيه؟ طبعا التسامح هو خلق انساني ومبدا من المبادئ الضروريه في حياتنا لتمشي الحياه بطريقه اسهل. كثير في تعاملات انسانيه بنحتاج فيها بنتعرض لانتهاكات، هاي الانتهاكات تسبب الألم، فبالتالي أنا محتاج أتسامح بإني أصفح وأعفو، إني أنسى الإساءة وإني أتقبل الآخر من مبدأ إنه إحنا أشخاص، إحنا بشر، خطاؤون وخير الخطائين التوابين. فبالتالي إذا نسيت وكملت الحياة وتعاملت بدون لوم ونقد وتأنيب، هنا بيكون مبدأ التسامح. حتى لو يعني طبقت العقوبة، لكن بالمقابل أنا متسامحة معك وبكمل حياتي بوجودك. يعني أول إشي أنا دائما بقول، إذا الإنسان بده يعني يطلع هاي المشاعر بده يعطيها حقها، يشعر بالألم، يعترف إنه هو متألم من موقف أو من شخص معين أو من كلمة توجهت له، لكن ما بعد ذلك اللي هو الانتقال إلى مرحلة التسامح هي الأسمى. خلينا نحكيها، خلينا نحكي هيك شوي عن أشكال التسامح، خلي الناس هيك تعرف حالها وين ماشية، وهي أي شخص بتطبق الأشكال اللي رح نذكرها. طبعا دائما عادة مع هذا الاجتياح للمشاعر اللي بنحكي عنه بيكون في رفض للآخر، رفض للشخص نفسه، أنا كيف صار معي هيك؟ المشاعر المؤلمة لأنه أنا مش قادر أتسامح مع ذاتي ولا مع الآخر. هون بيدخل عنا على شكلين من أشكال التسامح. في تسامح بسموه التسامح الرخيص، اللي هو أنا بكون مستعجلة بأنه خلص بدي أسامح الآخر، لأنه بالمقابل في ألم إذا أنا خسرت هذا الشخص اللي بحياتي. ممكن يكون في أذى بيسبب لي، أنا خايفة من الآخر، فبالتالي أنا بتسامح لأني خايفة. أو لأنه أنا الاحتياج، أنا مثلا موظف، إذا ما سمحت المدير ممكن يصير عندي نقص في الراتب أو شيء، فأنا في عندي احتياج غير ملبى، فمحتاج أني أستعجل في التسامح. وهذا بسموه التسامح السهل أو الرخيص، اللي بيكون بناء على أنه مصلحة. ما أخذت وقتي، ما عشت الألم وتعالجت وعالجته. بالمقابل الآخر رح يكمل يعني أذى وانتهاكاته علي. نعم. فبالتالي أنا خسران بالجهتين، وبحب وعايش دور الضحية ومبسوط عليه. النهج الثاني اللي عادة ما بنسلكه أنه رفض المسامحة تماما. أنا مش مستعد أبدا للانتهاك، هذا ألمني كتير، فبالتالي الرأفة والتسامح وأنا بهذا الألم رح يكون بإني أنا مش مستعد أقبل ولا أحكي معك، بالعكس أنا بدي أحط عليك زيادة وبدي أذيك وأنتقم منك وأسبب لك نفس الألم اللي عندي. وهدول الشكلين ما بيمروا بطريقة أنه أنا متسامح مع نفسي، لأنه بالأول بالأخير مشاعري ما فتحتها. أنا مطلوب مني إيش أعمل؟ أدخل على القبول، والقبول بإني أنا أقبل الحدث اللي صار معي، حتى لو الآخر ما ساعدني بالاستشفاء اللي هو الأذاني المعتدي علي. وبالمقابل تمت المصالحة أو ما تمت المصالحة، it's okay. أنا مقبول عندي وأنا ماشي في الحياة، لأنه أنا في أشخاص مفروضة بحياتي فبتعامل معهم بطريقة تانية. أما المسامحة الحقيقية أني أنا أكمل، أفتح الرسالة اللي أجتني من وراء الألم، أتعامل مع الآخر وأتحدث معه بحيث أصل إلى حل، أنه أنا وياك أنت كمعتدي علي طبقت عليك العقوبة أو ما طبقتها، أنا وياك متشاركين في العلاقة ومكملين وإحنا مسامحين بعض. نعم. إذن تحدثتي عن الأشكال، الشكل الأول والثاني بشكلهم يعني غلط سلبيات. لأنه الأول أنت عم تحكي أنه أكون سهل في الموضوع هذا، فبالتالي الانتهاكات رح ترجع تتكرر مرة أخرى، والتالي والموضوع الثاني كان الشكل الثاني بأنه أنا أصير بدي أنتقم وأحط حقد في قلبي، وهذا رح يأذيني قبل ما يأذي الشخص الآخر. الحل الوسط دائما ما هو؟ هو أنه أنا أسامح ولا أعطي فترة عقوبة أو الوقت. لما تحدث عن الوقت، في بعض الأشخاص بحكي لك أنا بدي أبعد فترة وهي فترة صحية عشان أنا أفكر بشكل منطقي وأنت تفكر بشكل منطقي، فبالتالي نرجع نلتقي بعد فترة. صحيح صحيح، محتاجين ناخذ مساحة لإلنا عن الشخص المعتدي، محتاجين ناخذ نتأمل بالموقف اللي عم بيصير. أنا ليش صار معي هيك؟
ما هي مسؤوليتي تجاه هذا الحدث اللي صار معي؟ أنا إلي دور صح، بس يعني مش الآخر 100%. تعال أفتح الموضوع وأتعامل مع نفسي، الوقت اللي أنا باخده هذا بدون تسرع، ساعتها أنا بقدر أتأمل في الموضوع، أقدر أسامح بوضوح أكتر، وبعرف وين أنا بدي أمشي لقدام. هل أنا أكمل بالعلاقة؟ هل أنا أعفو خلص أترك وأبعد وأهجر الهجر الجميل؟ ولا أني أستمر بعلاقة محطوط لها حدود واضحة؟ نعم. حبيت جملة الهجر الجميل. لأن الإنسان لما عادة لما بهجر بيأذي، مش أنه يكتفي بالهجران، بيكون حتى مستقصد الأذية. هذا نبل بحس أنه الشخص اللي بهجر بطريقة جميلة، بطريقة جميلة يعني. بترك أثر طيب، ودائما على كل شيء بالدنيا إلى نهاية يعني، فحتى العلاقات ممكن أنها تنتهي. طيب خلينا هيك، يمكن هيك وأنت عم تحكي من وحي الحديث، دائما أنا بقول أنه إذا رب العالمين قادر يسامحنا ويغفر لنا وبابه دائما مفتوح، فمن نحن عشان إحنا ما نغفر أو نسامح؟ لكن في ناس قلوبها متحجرة، اليوم نوجه لهم هيك رسالة، كيف الإنسان بصير متسامح، قد في أثر طيب وجميل على الإنسان اللي بتعلم هاي المهارة. إحنا بننولد بالفطرة السليمة أكيد بنسامح، بنسامح بعض، لكن الظروف بتغيرنا. تجارب. فكيف اليوم الإنسان ممكن يكون متسامح، أو كيف ممكن يعلم حاله التسامح؟ هلأ قبولي للألم واعتباره أنه الآخر عنده ضعف، الآخر عنده نقص وعنده احتياج، وأنا بالمقابل نفس الشيء، أنا شخص في عندي ضعف، أنا شخص عندي نقص مش كامل. نعم. ولا أسعى لهذا الكمال. وأيضا عندي احتياج. لما بنكون إحنا قبال بعض وبنشوف الآخر من أي مكان بيتحدث وقت هذا، لما صار عنده هذا الحدث واعتدى علينا وأذانا، هون لما بتطلع وبفتح الرسالة وبقبل شو اللي أعطاني إياه. نعم. أفهم وين أنا من هذا الموقف. طب جميل، أنت قبلت، لا تجلد ذاتك، لا تدخل بموضوع بفكرة أنه أنا بدي أقلمه. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بمعنى الآية. صحيح. فالفكرة أنه إذا ضلني شايلة، زي بفكرة أنه أنا شايل على ظهري حمل ممكن يكون برائحة سيئة وغير مناسب، تقول. وفعلا بحسسني بالعجز والثقل. طب وبعدين لمتى أنا بدي أضلني شايله؟ والآخر ممكن يكون يعني عايش بحياته ومكمل حياته فيها. وأنا اللي شايل هذا الحمل. صح. وعم باكل بنفسي وعندي هيجان شعوري، وبالتالي أنا اللي بتدمر، مركز على الآخر مش مركز على تطوري. لمتى أنا بدي أضلني في مكاني ومركز على أذاك؟ فبالتالي إذا أنا طلعت من هذا الموضوع، فتحت الرسالة، أنا شو تعلمت من الحدث؟ بالمقابل أنا رح أكون أمشي بحياتي وأتوقف، أحط الباكج اللي على ظهري حملي وأحطه على جنب وأقول سأستمر بالحياة إن شاء الله للقادم الأفضل. فعلا. ولكن يمكن دائما نتحدث ونحكي في جملة، لكل فعل في ردة فعل. صحيح. وهذا يعني هذا الموضوع جدا مهم، بأنه قدي مهم أنه نفهم بأنه أنا مش دائما صح ولا أنت صح. يعني اللي وصلنا لهون أو هذا الخلاف أو هذه المشكلة اللي صارت نتيجة مشاكل من عندك ومشاكل من عندي. صح. فيعني ما في دائما أنا بقدر أحكي إنه والله الحق علي دائما 100% أو الحق عليك 100%. في إشي مشترك عادة بيكون بين أي شخصين بيوصلهم لمرحلة ما، بيوصلوا لهي المستوى أو هذا المستوى. صحيح. لأنه إحنا في نقص في فهمنا لمهارات التعامل والتواصل الإنساني. عادة إحنا بنفكر مرات بتطلع الواحد من منظور أعلى من الآخر، فبتعامل معه بأن أنا بعرف أكثر منك، واللي بتجلى من الآخر سواء بعدم فهمه للعلاقة أو طبيعتها أو وضعنا لحدودنا مع الآخر، هون بيخليني أنا علي أنا كشخص الضحية والجاني اثنين مسؤولين عن أخذ الهات. أنا كشخص عارف أنه أنا ضحية وأنا ليش هيك، أنا ضعيف وكيف قبلت هذا الشيء وأضلني عايش بجلد الذات، بالمقابل الآخر رح يضلوا يحط علي ويتعامل معي بفوقية. وأنا مبسوط مرات في ناس تتلذذ بألم أنه أنا بشكي وأنا الناس عم تسأل عني من مبدأ ضعف، لأنه دائما بالمقابل الآخر رح يعطيني هذا الاهتمام بشكل يعني يتناسب مزعج معي وحسب استحقاقي. أنا بستحق الضعف، فبالتالي الآخر سيعطيني من منطلق ضعف. نعم. أما إذا أنا يعني. أيوة رح أجيب اللي حوالي ويعطوني الضعف، بس بشكل أنه أنا الضحية، يعطوني ويعبولي الاحتياج والامتلاء بشعور أنا موجود، أنا هيني هون، من خلال أنه يتعامل معي بفوقية، ورح يكرروا هذا الاعتداء. صح. يعني أحلى إشي بالدنيا الواحد يكون في عنده مرونة، وكنا بنحكي ببداية الحلقة هيك لين القلوب، انفتاح العقل، الوعي بيوصلنا يمكن اليوم انه مش كل المعارك اللي بهالحياه مستاهله انه الواحد يخوضها.
يكثر اعدائه، يكثر الناس اللي ما بتتمنى له الخير، وكل اساءه اذا بدنا نردها باساءه متى رح تنتهي الاساءه؟ فيمكن هاي الرساله اللي ممكن احنا نوجهها اليوم للناس اللي عم بيحضرونا، نوجهها لابنائنا المتجهين على المدارس بكره بدايه اسبوع، نقعد معهم نحكي لهم، خلينا نوجه رساله اليوم للاهالي عشان نزرع بذره التسامح بقلوب اطفالنا. بدايه ابدا انا بنفسي كأم وأب بهذا الموضوع، اذا انا ما بعرف اسامح نفسي كيف بدي اسامح الاخر؟ صح. اعلم هذا الشيء من خلال القدوه، بدل ما انا طول الوقت شوف شو عمل فلان، شو عمل علان، وعم بشتر بالالم وعم بشتر بالاذى، طفلي عم بيشوف وعم بيقلدني، فبالتالي لما بده يروح على المدرسه ساعتها هو يا بيجي من منطلق ضعف برضه ضحيه، او بيجي من منطلق انا اقوى ومتنمر ومؤذي. فانا اذا وصلت هذه الرساله بالتسامح وانه اعفو عن من ظلمك من منطلق مش سذاجه، لا من منطلق قدره، والعفو عند القدره، فبالتالي الطفل سيقبل على أصدقاء ويتعاون معهم، يتواصل معهم بطريقة رحيمة ولطيفة، ومش نضل نركز على أخطاء الآخر. أنا أنت عملت هيك، أنت تحركت هيك، طلعت فيه هيك، فلما أوصل هذا لإشي لأطفالي بطريقة رحيمة، وأنا بتكون أم متعاونة ورحيمة وبتحمل مسؤوليتي عن أخطائي وبعتذر وبكمل بالحياة من منطلق أنه أنا ماشي بهالحياة لأنه احنا رح ننمو ونتطور ونعيش بحياه اجمل وافضل. نعم. ما احلى كلام امال، يعني هيك حتى عارفه روح المكان والطاقه اللي اعطتينا اياها من العنوان لحاله، فما بالك التفاصيل. وكثير مهم نعرف انه واحد من اعمده البيت الموده والرحمه، وزي ما قلتي ترباي بالقدوه، فنبلش بانفسنا وتلقائيا اطفالنا هيك يحتضنوا الاشياء اللي احنا بنعملها وبيطبقوها بحياتهم، فان شاء الله يا رب هيك الله يعمر بيوتنا وقلوبنا موده ورحمه. شكرا لك امال. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا.